وجان يمنى، انا اللي تعرضت لاعتداء الهجوم في المحل ديالي من طرف ولد الفشوش. وملي وقع لي المشكل صافي ما بقيتش خدامه، ديما مريضه، ديما كان مناك، ديما صافي حتى ما قدرتش نخلص الكرا وما قدرتش. دابا راه جيت للشارع انا يا مشالي المحليه بسبب ديك الاعتداء وسبب داك الشيء. راه ديما مريضه، ديما كنفكر في داك الشيء، حيت كنفكر كنقول ما شديتش حقي، ما شديتش حقي، وبقى فيا الحال بزاف. خدمت المحل ديالي، يلا بديت المشروع ديالي وقلت غنخدمو وغنهز بيه ولادي ونخلص بيه صافي. جا داك السيد هرسني من ديك النهار، ديك الساعة صافي تهرس. كاين الريح وكاين الشمس وصعيبة بزاف. دابا درت غير موقع تيسهل عليا الله ونشد شي محل عاود تاني ونبدا عاود تاني من جديد. زعما كاملين هاد الناس ديال نزاك احترموني، زعما تعاملوا معايا مزيان والله عمرها دار. خصني ما كرهش شي محسن يتعاون معايا تنشد المحل ديالي. بغيت ندير المحل حيت الزنقه راه غير موقعه. الزنقه ما الا كايناش الشتاء ما غتخدميش، كايناش الشمس بزاف، لكن الريح ما غتخدميش حيت انزانايا كيكون فيه الريح. ما غتخدميش ديما. لا حيت مازال ما عارفينش، لا مازال ما عارفينش الناس الكنيان ديالي، مازال ما عارفينش فين مشيت. كيجي المحل كيلقاو المحل مسدود صافي كيرجعوا، مازال ما عارفينش فين. شويه الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حال. وهي ضروري راه عندي المسؤوليه، راه الدراري وكيقراو المسؤوليه ضروري خصك. عندي ثلاثه د الوليدات، انا اللي خدامه عليهم. مني الراجل مني رباهم ما كيسولش فيهم كاع، ايوا انا اللي خدام عليهم ونخلص لك راه ونصرف. صعيبه بزاف خصوصا هاد الوقيته اللي كلشي غالي، ولكن الحمد لله على كل حال. رحبوا بيا، كيقولوا لي كاملين الجيران مرحبا بك عندنا، راه الا خصك شي حاجه زعما احنا موجودين. وكاملين هاد الناس كنشكرهم. زعما حتى هاد السيد اللي مول المدرسه قال لي مرحبا بك، قال لي الله يسهل عليك، حتى الفران ديالكم مشيت تسولتو، قال لي مسكين، قال لي غير سير الله يسهل عليك، قال لي الله يعاونني، ما عندي حتى شي مشكل. مشيت عندنا الجلسه نهار 22 في الشهر 9، مشيت الجلسه، مشيت غير انا وكيعيط لهم، عيط لهم بالسميه ديالهم، ما حضروش حتى واحد ما حضر، حضرت غير بوحدي. وقال لي سير خل، قال لي الوكيل قال لي سير خلصي 100 درهم في الصندوق ديال الملف، قال لي سيري عند كاتب العمومي كتبي الطلبات ديالك داكشي اللي كطلبي وجيبهم نهار 3 في الشهر 11. عندنا الجلسه عاوتاني، كنشكرهم كاملين، كنقول لهم عاونوني باش نشد حقي. الله يرحم والديكم، الله يعطيكم الخير. النمره ديالي 06 15 64 33 04.